من المخطئ؟ واش الحكام ولا اللاعب اللي جا كيحتج بهذيك الطريقه؟ هذا هو اللي كان بالنسبه للقطه اللي غادي يكون فيها الطرد ديال اللاعب حمزه افصال هنا. خلينا نشوف هناك كان احتكاك بين لاعب ديال حسن تقادير ولاعب ديال الحكم غادي يعلن لصالح فريق اولمبيك اسفي. غنشوفوا اللاعب هنا كيجي كيحتج على الحكم. هنا نشوفوا اللاعب افصال، الحكم كيطلب منه باش يرجع ولكنه يصر على الاحتجاج ديالو. هنا غادي يعطيه الانذار الاول، ومع ذلك الحكم ان اللاعب انا يصر على الاحتجاج ديالو بطريقه شويه اللي مستفزه الحكم. الحكم هنا لم يتوانى في اشهار البطاقه الصفراء الثانيه وطرد اللاعب لانه تمادى في المساله ديالو. كشرح للمتابعين، لان الناس تيقول لك لان خصكم تعرفوا واحد القضيه وهذا الشيء غادي ياكدوا لي السي الموجه، في بعض الاحيان كنعرفوا اللقاءات كتكون منقوله واللاعب انت كبارك في الدار كتفرج في جوج ديال الناس كيهضروا، ما كتعرفش هذا شنو كيقول لهذا ولا هذا شنو كيدير لهذا، كيبان لك نقاش واقف. في بعض الاحيان كيكون استفزاز من طرف اللاعب، كيكون السب والقذف